محمد فضل الله والمرخص الرياضي. محمد صباح الخير. صباح الخير مغربي، تحية لك وتحية للزملاء الأعزاء في فريق العمل اللي جو بدري جدا الليلة يوم الخميس، ونحييكم يعني. أهلا وسهلا، ماذا لديك من جديد؟ نعم طبعا، بدأت حمى القمة يا مغربي في دوري أبطال أفريقيا، يتكرر اللقاء للمرة الخامسة على طاولة بطولات الكاف. التقى الفريقان في دوري الكونفدرالية في سنوات ماضية، وكمان 2017 برضو لعبوا مباراتين في دوري الأبطال، وفي هذا العام سيتكرر اللقاء لمرتين، الأولى غدا في استاد السلام بالقاهرة الساعة 6 مساء، والمريخ يستضيف الهلال على اعتبار أنه استاد السلام هو ملعب المريخ. نعرف الظروف المحيطة يعني اللي تكلمنا فيها كثير، أنه خلت فريق المريخ يكون ملعبه خارج الديار وخارج الأرض، على اعتبار أنه يعني ملعبه غير جاهز تماما ويحتاج للكثير. نتمنى في الأيام المقبلة أنه تحصل الصيانة ويعود استاد المريخ أنيقا كما كان سابقا. نتكلم عن لقاء القمة، الفريقان يدخلوا اللقاء كل فريق عنده نقطة واحدة. الهلال لعب مباراتين، خسر أمام صن داونز بهدف وحيد في جنوب أفريقيا، وتعادل مع الأهلي المصري هنا على الجوهرة الزرقاء بدون أهداف. المريخ لعب مباراة واحدة على اعتبار أنه مباراته أمام الأهلي المصري تأجلت، لأنه الأهلي كان مشارك في كأس العالم للأندية، بالتالي من 18 تأجلت ل5 مارس القادم، وهي برضو مباراة الأهلي يعني هناك حتكون في استاد السلام، لأنه هي مباراة الأهلي. بعد ذاك المريخ لعب مباراة واحدة على استاد السلام بالقاهرة أمام صن داونز وتعادل معه بدون أهداف، بالتالي نقطة نقطة. القمة تدخل لقاء الغد بنقطة نقطة، ولا سبيل إلا الفوز لأحد الفريقين عشان ما يتقدم في المنافسة، أما التعادل فيضعف الأمل الفريقين في التأهل للدور الثاني، خاصة إذا عرفنا أنه صن داونز عنده 4 نقاط، الأهلي من مباراة واحدة عنده نقطة، ولكن عنده مباريات يعني تعتبر سهلة زي ما بيقولوا دائما المحللين، على اعتبار أنه هو الأكثر جاهزيا في المجموعة. لكن برضو نتمنى من الهلال والمريخ أنه في جولاتهم الثانية بالنسبة لفريق المريخ والثالثة بالنسبة لفريق الهلال أنه يؤدوا بطريقة كويسة جدا، ونشوف بكرة مستوى ممتاز للقمة السودانية، الهلال والمريخ باستاد السلام لأول مرة يمكن في تنافس خارجي يلعبوا خارج الديار. في زي ما تحدثنا عن الظروف المحيطة بهذه المباراة، الهلال وصل مبكرا إلى هناك، المريخ أصلا كان يعني في معسكر مغلق لأكثر من 70 يوم في مصر، وأدى مباريات كثيرة وعنده مباريتين في الدوري، والهلال لم يشارك في مباريات الدوري، اكتفى بالمباريات الودية والمعسكر اللي عمله في جنوب أفريقيا أو مصر. بعد ذاك يتسلح لهذه المباراة بعددية كبيرة من اللاعبين المميزين في الخارطة بتاعته، وأضاف بعض المحترفين، مستواه تطور من أحسن إلى أحسن. فريق المريخ برضو استعاد خدمات بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين واللي كانوا ما شاركوا في المباراة الأولى اللي ما ظهر فيها بمستوى كويس، فبالتالي يعني القمة غدا إن شاء الله نتمناها مميزة. طبعا دائما مباريات هلال المريخ لا تخضع لكل التكهنات ولا تخضع لكل الأحاديث التي تنتشر قبل انطلاقة المباراة. الحديث عن الجمهور سمح لي حضور 500 مشجع ومؤازر لكل فريق، في إشكاليات كانت في بعض الأمور في التذاكر وشروط اتوضعت لدخول الجماهير. طبعا هي مباراة المريخ من قبل نادي المريخ، بعد ذاك يعني إن شاء الله الأمور لغاية بكرة تحسم والناس تتابع لقاء القمة، الموجودين هناك اللي عاوزين يشاركوا، وفد إعلامي كبير جدا برضو سافر من السودان لحضور هذه المباراة اللي حتكون على بين سبورتس. نتمنى التوفيق للمريخ والهلال في هذه المباراة المهمة بيناتهم. دوري أبطال أفريقيا بكرة فيه 3 مباريات، وبعد بكرة فيه بقية المباريات تتلعب للمجموعتين. بعد ذاك محليا انطلقت مباريات الوسيط، طبعا
والوسيط صراحة أصبح زي الممتاز، يعني في أندية عريقة جدا زي المورد العاصمي، هلال كادوغلي، مريخ الفاشر، والأنيغ الكسلاوي، دي كلها أندية أصبحت في الوسيط. وكذلك يعني بعض نتائج المباريات، والمريخ نيالة برضو دي كانت أصلا في الدوري الممتاز تحولت للوسيط، بالتالي البطولة بقت يعني قوية جدا. في الأسبوع الثاني المورد الخرطوم تفوق على المريخ الفاشر بهدفين دون مقابل، والمريخ الجنينة فاز 2-1 على المريخ الأبيض، برضو واحد من أندية الدوري الممتاز كان في سنوات سابقة. مريخ نيالة برضو فاز بهدفين دون مقابل على النيل حلفة. النيل حلفة يعني في كل عام بيقدم مستوى كويس جدا في المنافسات المختلفة، خاصة في الدوري التأهيلي، والآن وصل للوسيط ويحاول يصل للدوري الممتاز. جريسليس النار خارج أرضه وتعادل مع حيدوب النهود بهدف، برضو من الفرق اللي بتحاول بقوة أنه تكون بين أندية الدرجة الممتازة. مرغني كسر تعادل بدون أهداف مع الهلال المناقل، والمشعل الحصحيصي تلقى خسارة أمام الهلال كادوغلي بهدفين دون مقابل في المنافسة الوسيط. الدوريات العالمية، الدوري الإنجليزي الممتاز كان فيه 3 مباريات، بيرلي فاز 1-0 على توتنهام وتسبير، وكريستال بالاس فاز 4-1 خارج أرضه على واتفورد، ليفربول تفوق بقوة على ليدز يونايتد ب6 أهداف مقابل هدف وحيد. تمنياتنا للقمة السودانية بأداء مباراة مميزة بإذن الله يوم غد الساعة 6 بإستاد السلام، المريخ يستضيف الهلال في دوري أبطال أفريقيا، مباراة بنكهة أفريقية سودانية بنكهة أفريقية. أتمنى كل يعني الحواجز والحاجات اللي كانت بتميز القمة والناس ما بتحبها تكون بكرة في إستاد السلام غير موجودة، نتابع أداء مميز جدا للفرقتين المحببتين ل يعني الجماهير السودانية، ونوري برضو يعني الكرة الأفريقية، نوري الكرة السودانية بوجه كرة أفريقية بأداء مميز من جميع اللاعبين الموجودين في اللي حيأدوا المباراة، اللي حيكونوا في التشكيلة للمدربين موتا من جانب الهلال، وكلاريك الإنجليزي من جانب المريخ، وكلاريك يخوض للمرة الثانية التجربة أمام الهلال، وموتا كان مساعد للمدرب برضه في تجارب سابقة مع يعني في الجهاز الفني بالنسبة لفريق الهلال، وتحول للمنطقة الفنية قائدا للفريق، وشاهدنا ملامح أداء طيب للفرقة الهلالية، أداء طيب في الدوري لفريق المريخ في مباريتين، لكن غير جيد في المباراة الأفريقية الأولى لوجه اضطراد كبير، لكن بكرة إن شاء الله الفريقين يعني يحسنوا من أوضاعهم ويؤدوا لنا مباراة كويسة جدا، ونقول للفائز مبروك، وللخاسر معليش المرة الجاية، إلى الأمام للقمة السودانية، وما مستحيل أنه نخطف بطاقات التأهل لدوري الثمانية في دوري الأبطال. إليك الكلمة مغربي. شكرا. شكرا جزيلا يا محمد يا أخي، إن شاء الله دائما حاضر معنا صورة وصوت. شكرا جزيلا. لسه كملي معكم مشاهدينا الكرام، نستمع ونرجع نتواصل بإذن الله.